وسلم فتخلقوا الى الله في هذا اليوم بزاها بزاها ياكم فانها في يوم الخيامه متاياكم واجتنبوا فيها من كل ذات عيب ونقصان من الاوراق والرجال والمرزى والجلوى ومقطوعه الاذان ومهدمه الاسنان واختاروها سمينه غير هزيلة الواحد هكذا اخذه من الاثنين فالبدن عن سبعه والبخره عن سبع والشاة عن واحده واذبه بعد الصلاه العيد في يوم النهر وبعد يوم النهر واقسموا ثلاثه ثلث لنفسه وثلثه حاجه ثلث للفقراء والمساكين فان كانت وصيه كونوا بجميعها متصدقين فتنبهوا عباد الله وعظموا شعائر الله فانها من تقوى القلوب وتوبوا من الذنوب ونفعنا الله واياكم بما يرضاه ونجينا مما يرزاه وعاد الينا بركات هذا العيد وابعدنا عن سوء يوم الوعيد وكرمنا شرفنا بالحج والعمره وزياره النبي المختار صلوات الله عليه والسلام على اله الابرار واصحاب الاخيار الى يوم القرار برحمته ومع الراحمين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوام فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وارتقوا الخاليه والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون انه تعالى جواد كريم مليم قديم عظيم رؤوف رحيم رؤوف كريم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر العظيم الجليل العزيز الاكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر حمدا اكبر من سوي به سوي وزر الله اكبر الله اكبر الله اكبر احمده سبحانه في سائر اسائر والبكر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الحمد بادي السماوات والارض واسنا في الفطر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الحمد المنزه عن ادراك الجهد والفطر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الحمد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به كفر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الحمد واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه المصابيح الغرر اما بعد عباد الله اتقوا الله في سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلم ان الله امركم بالامر بدافي نفسه وسن بملائكه المسبحه القدس وصلى سبيكم ايها المؤمنون من بريه الجن وانسه فقال تعالى مغيرا وعامرا ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب الفطره ولا ال محمد فيا ايها الراجعون ابي الشفاء صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد كل قلب قره العين وعلى ال محمد فيا ايها المشتاقون الى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير بشر بعد الانبياء بالتحقيق امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الاوائل الناجين بالحق والصواب امير المؤمنين سيدنا ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا جامع القران من المؤمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولا اسد الله الغالي مظاهر عجائب والغرائب امير المؤمن سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه على ولده سيدنا ابي محمد بن الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله عنهما
وعلى امها سيدت النساء فاطمه الزهراء رضي الله عنها وعلى امه المعظمين بين الناس المطهرين من الدلسي والارجاسي ابي عماره الحمزه وابن فضل العباس رضي الله عنهما وعلى بقيه العشره المبشره وسائر المهاجرين والانصار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم احياء منهم الاموات واجعلهم منا بالخير والطاعات وانتباع سنن سيد الوالدات والاجتناب من المحدثات انك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. آمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. آمين. بحاضر ناصر الاسلام والمله والدين. آمين. صاحب الخلافه الباهره والسلطنه القاهره على الكفار والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم. واغفر من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم. واقتل اللهم سترك وسلامه وعافيه علينا وعلى عبيدك الحجاج والغراب والغزاة المسافرين ببرك وبهرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى على وعلى وازو اجل واهم.